خلف الكرة، اللاعب اللي يجيد تنفيذ الكرات الثابتة وخطأ في مكان خطير، ربما يستغل تشافي ويسجل الهدف الثالث للمنتخب الأسباني. إلى داخل الجول، هدف ثالث لأسبانيا، هدف ثالث لأسبانيا، الكرة دخلت المرمى وعادت من جديد، وبالتالي حكم المباراة يشير إلى هدف أسباني ثالث. تشافي هرنانديز مع دخوله ومع اللمسة الأولى له يسجل الهدف الثالث لأسبانيا. لاحظ، واضحة الهدف الثالث لمصرعة المنتخب الأسباني. الكرة ارتطمت من داخل المرمى وعادت مرة أخرى، وبالتالي حكم المباراة يعطي الإشارة إلى هدف أسباني. واضح الكرة دخلت.